بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. بعتذر لحضراتكم جدا الحقيقة خلال الأسبوعين اللي فاتوا، الحقيقة أنا كنت تعبان شوية، ولكن من المفترض أن كل ما الواحد بيتعب أو لما أي إنسان في العالم بيتعب بيبقى زعلان. الحقيقة خلال الأسبوعين اللي فاتوا جالي شوية تعب كده وأنا في النادي، الحقيقة كنت بلعب كورة وجالي شوية تعب. زي ما قلت لحضراتكم من المفترض ان الواحد يكون زعلان، لكن اللي حصل خلال الاسبوعين اللي فاتوا خلاني ابقى مبسوط جدا 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 بالتعب. تخيلوا حضراتكم لما تبقى قاعد في سرير وتعبان وتلاقي كل الناس بتكلمك وكل الناس بتعدي عليك. انا كنت تعبت في النادي، وبعدين طلعت رحت المستشفى اللي جنب النادي. وبالمناسبة أنا بشكر كل العاملين في المستشفى، هذه المستشفى المحترمة الحقيقة، على كل شيء. الدكتور اللي عمل لي كمان العملية دكتور عبد العزيز أنا بشكره جدا جدا، لأنه كانت فترة صعبة جدا وفترة بالنسبة لي كانت من أصعب الفترات اللي عديت بيها في حياتي كلها. ولكن دايما في البيت الكبير، البيت الكبير مش البرنامج، ولكن البيت الكبير النادي الأهلي. النادي الأهلي أنا تعبت جوه النادي الأهلي ورحت المستشفى اللي جنب النادي الأهلي. اللي خلاني أبقى مبسوط اللي حصل بعد كده خلال الأسبوعين اللي فاتوا. الحقيقة أنا بشكر كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على رأسهم طبعا كابتن محمود الخطيب، اللي عايز أقول لحضراتكم إن أول تليفون جالي، أول تليفون قبل ما أي حد يعرف في مصر أنا بعمل إيه أو أنا تعبان إزاي ولا أنا عندي إيه، لقيت حد من الدكاترة بيقول لي، الأستاذة كانت حنان الزيني بتقول لي كابتن عايز يكلمك. كلمت الكابتن خطيب قال لي يا ابني شد حيلك أنت كويس مفيش حاجة وإحنا في ظهرك وكلنا واقفين في ظهرك. عائلة الأهلي هذا هو البيت الكبير دائما، مش البرنامج مرة تانية، ولكن يظل دائما النادي الأهلي هو بيتنا الكبير في أي شيء. بعد كده الحقيقه كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وكل اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، زي ما حضراتكم عارفين المستشفى اللي انا كنت فيها جنب النادي على طول، فاللي كان داخل النادي الاهلي كان بيعدي عليا الاول يسلم عليا وبعدين يخش النادي. فانا قد ايه كنت سعيد ومبسوط باللي حصل، مش بان انا تعبان، ولكن قد ايه كنت سعيد ومبسوط بجمهور الاهلي، قد ايه كنت سعيد ومبسوط بما حدث على السوشيال ميديا ورد فعل كل الناس. أنا الحقيقة يمكن كنت الفترة اللي فاتت السبع ثمان شهور اللي فاتوا كنت ما بعملش حاجة في حياتي غير إن أنا بشتغل بس، فما كنتش ببص لحاجات كتيرة جدا منها حب الناس ووقفة الناس جنب الواحد. ولكن الفترة اللي فاتت أو الأسبوعين اللي فاتوا علموني قد إيه أنا لازم أخد بالي من كل الناس اللي حواليا، لازم أخد بالي قد إيه الناس اللي حواليا دي يعني عايزانا دايما نبقى كويسين، عايز النادي الاهلي دايما يبقى كويس. كل جمهور النادي الاهلي الحقيقه يعني انا مش قادر، ما عنديش كلام اعبر بيه عن اللي حصل خلال الاسبوعين اللي فاتوا، ولكن انا مبسوط جدا 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 وبشكر حضراتكم، بشكر ربنا الاول طبعا قبل اي شيء، وبشكر دعم ومسانده جمهور النادي الاهلي اللي خلتني ابقى واقف هنا وفي اسرع وقت. هي دي الحاجة الوحيدة اللي خلتني أبقى واقف في هذا المكان وفي أسرع وقت، في خلال أسبوعين كنت ببقى أو خلال أسبوعين كنت موجود مع حضراتكم على الهواء مباشرة مرة تانية من خلال البيت الكبير. مشتاق أن أنا أرجع، مشتاق أن أنا أتكلم مع حضراتكم. فترة كانت صعبة ولكن الحمد لله عدت وعدت على خير. إن شاء الله أكون مع حضراتكم بداية من النهاردة لغاية ما ربنا يريد. عايز أقول لحضراتكم برضو على حاجة مهمة جداً، لما يكون في ظهرك مجلس إدارة شركة محترم، المهندس سيف الوزيري، العميد محمد مرجان، أخويا طبعا محمد مرجان ده له وضع خاص الحقيقة بالنسبة لي في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. قد إيه شركة استادات كانت في ظهرنا ووقفت معايا في حاجات كتيرة جدا خلال الأسبوعين اللي فاتوا. فأنا بشكر المهندس سيف الوزيري وبشكر العميد محمد مرجان الحقيقة على الوقفة اللي وقفتوها في ظهري، وده كالعادة اللي أنا عارفه منكم مع أي حد داخل هذه الشركة المحترمة الحقيقة. فأنا بشكركم الحقيقة جدا جدا جدا، سواء المهندس سيف الوزيري، العميد محمد مرجان له وضع خاص لأنه الكل يعلم مدى قربه وحبه للنادي الأهلي ولكل من ينتمي للنادي الأهلي،
واحد من اقرب الناس الى قلبي الحقيقه. فانا بشكركم جدا جدا على الهواء مباشره، ان شاء الله ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه خلال الفتره القادمه. النهارده عندي ايه؟ النهارده عندي في الجزء الثاني من هذه الحلقه، لما كنت قاعد بفكر في الكام يوم الاربع خمس ايام اللي فاتوا، كنت قاعد بفكر في هو الناس اللي عملت معاك كده والناس اللي وقفت معاك كده هتعمل معاهم ايه؟ الحقيقه اجتهدت على قد ما اقدر، مش انا لوحدي، لما بقول انا يبقى في فريق اعداد بالكامل اجتهد وموت نفسه وتعب نفسه، فريق اخراج هيشتغل على الحلقه النهارده. قعدت افكر مع الجميع، وصلنا ان بيرسي تاو هو من سيكون، او ان الناس كلها مستنيه او تنتظر بيرسي تاو اذا كان متاحا. وبالفعل اتكلمت مع النادي واتكلمت مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وتوصلنا ان يكون بيرسي تاو نجم النادي الاهلي لاول مره على اي شاشه مصريه، يكون مع حضراتكم على الهواء مباشره. هنتكلم في كل شيء، عندي كذا مفاجاه الحقيقه خلال الحلقه هتكلم فيها مع حضراتكم. وهو بالفعل اعتقد هم دلوقتي بيقولوا لي ان بيرسي تاو وصل بالسلامه، الحمد لله على السلامه يا بيرسي. على الهواء مباشره مع حضراتكم، وهو داخل قناه النادي الاهلي ومع الزميل عمر البنوبي. زي ما قلت لحضراتكم، كان واحنا قاعدين بنفكر، لان ان بيرسي تاو سيكون هو الخيار الافضل لكل جمهور النادي الاهلي ان هو يكون مع حضراتكم على الهواء مباشره من خلال البيت الكبير، أو ضيفا على البيت الكبير. وزي ما حضراتكم شايفين، هو يعني بنعرض لحضراتكم لحظات وصول بيرسي تاو لداخل قناة النادي الأهلي. قالوا لي إسلام، أصله الماتش بايرن ميونخ وماتش برشلونة وبايرن ميونخ، قلت لهم يعني خلاص هو تم الاختيار، لأنه خلي بال حضراتكم ناس كتيرة جدا كانت بتسألني لماذا تم الاختيار هذا اليوم. اختيار هذا اليوم ما بيبقاش أنا بس، بيبقى أنا والضيف اللي أنا بتفق معاه، وأمور تخص النادي وأمور تخص الضيف. وبالتالي هو كان النهاردة اليوم الأنسب، مش الحد ولا الاثنين ولا الثلاث، هو النهاردة كان اليوم الأنسب لوجود بيرسي تاو مع حضراتكم على الشاشة. فقالوا لي الماتش ومش الماتش وكده، قلت لهم جمهور الأهلي مختلف، هتشوفوا على الهاشتاج اللي هيتعمل والدنيا هتعمل هتبقى الحلقة دي عاملة إزاي، لأنه كل جمهور النادي الأهلي مشتاق ان هو يشوف بيرسي تاو، وكل جمهور النادي الاهلي ينتظر بيرسي تاو في اول اطلاله، في اول اطلاله على شاشه مصريه يكون من خلال شاشتكم، شاشه قناه النادي الاهلي. قالوا لي هيبقى في فلان محمد صلاح مع عمرو اديب، وهيبقى في مش عارف مين مع مين. قلت لهم هتشوفوا حضراتكم ان جمهور الاهلي مختلف، جمهور الاهلي غير، جمهور الاهلي شاف او عايز يشوف بيرسي تاو، والله لو في ماتش ايه، طالما مش ماتش الاهلي هتلاقوا حلقه بيرسي تاو دي في حته تانية. فانا قررنا الحقيقه مع كابتن سيد عبد الحفيظ ومع المسؤولين في النادي الاهلي على هذه الامور، المسؤولين في الاعلام في النادي الاهلي على هذه الامور، ان يكون بيرسي تاو ان شاء الله هو ضيف كل جمهور النادي الاهلي في الجزء الثاني من هذه الحلقه. الجزء الثاني ده امتى؟ اللي هو بعد 10 دقائق ربع ساعه بالكثير. ويعني طبعا الهاشتاج اللي حضراتكم هتشاركونا عليه هو هاشتاج تاو مع الشاطر، تاو مع الشاطر. هو على الشاشة أمام حضراتكم دلوقتي، فوق أهو على الشاشة، أي حاجة حضراتكم عايزين تسألوها لبيرسي تاو. وبالمناسبة الكل يعلم أن بيرسي تاو له رقصة كده الكل بينتظرها والكل عارفها، ابعتولنا ابعتولنا وانت واقف في البيت كده، شوف الرقصه اللي بيقعد يرقصها دي ويقعد يعملها، ابعتوها لنا على الهاشتاج تاو مع الشاطر، وهنعرضها لحضراتكم دايما من خلال واحنا شغالين، لان احنا النهارده حلقه مليئه بالمفاجآت، عندنا مفاجاه او اثنين او ثلاثه ان شاء الله تشوفوهم معانا على الشاشه، وتبقى حلقه أشكر بها حضراتكم على الأسبوعين والمساندة والدعم اللي كانوا موجودين من كل جمهور النادي الأهلي ومن كل جمهور مصر. بالمناسبة أصدقاء كتيرة جدا ما بيشجعوش النادي الأهلي، زملكاوية وإسماعيلوية ومن كل حتة في مصر، مش عايز أقول أسماء عشان ما انساش حد، ولكن أنا تقريبا مصر كلها كلمتني، فمش عايز أقول لحضراتكم قد إيه أنا بجد من جوايا سعيد جدا 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 للمرة المليون. اخيرا عشان بس اقفل الموضوع ده ومش هتكلم فيه تاني، انا دايما دايما بعد شكري لربنا
بشكر كابتن خطيب في كل شيء. كابتن خطيب هذا الرجل المحترم، بعيدا عن هو رئيس النادي الاهلي او رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، هذا الرجل اللي دايما بيقف مش مع اسلام الشاطر، صدقوني هو بيقف مع اي حد اهلاوي او اي حد بيحتاج. هذا الرجل دايما بيبقى واقف معاه في حاجات كتيره جدا جدا جدا. فانا بشكر كابتن خطيب وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن حسام غالي الحقيقه برضو مش عايز اقول اسماء علشان زي ما قلت لحضراتكم ما انساش حد، ولكن كل الناس الحقيقه انا بشكرهم جدا 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 على الدعم والمسانده اللي حصلت خلال الاسبوعين اللي فاتوا. تاو مع الشاطر هو الهاشتاج اللي هنشتغل عليه، او كل جمهور النادي الاهلي هيشتغل عليه، وعاملين لحضراتكم على الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي، عاملين لحضراتكم على الفيسبوك بث مباشر، عشان لو انت قاعد بتتفرج على الماتش وقاعد عايز تشوف بيرسي تاو برضو قدامك على التليفون او العكس زي ما انت عايز، لان انا متاكد ان حلقه بيرسي تاو هتكون حلقه مختلفه. اخيرا وبخصوص كاس السوبر الافريقي، انا بس عايز او حابب ان انا اطمن حضراتكم واطمن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله المباراه هتبقى في موعدها المعلن من الكاف يوم 22 ديسمبر الحالي، ان شاء الله هتبقى في الدوحه ومفيش اي تغيير في الميعاد. كمان هيتم فتح باب القيد استثنائي للنادي الاهلي وللنادي الرجاء المغربي الشقيق لقيد الصفقات الجديده، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. بطوله جديده ان شاء الله، ان شاء الله عاوزين هذه البطوله تكون في دولاب النادي الاهلي. مش هينفع ان انا ما اتكلمش عن منتخب مصر، الحقيقه منتخب مصر خلال الفتره اللي فاتت كلنا واقفين خلف منتخبنا، كلنا واقفين خلف الجهاز الفني لمنتخبنا، وهنفضل نساند لمنتخبنا القومي ان شاء الله يوم السبت القادم مباراه دور الثمانيه امام منتخب الاردن. بنقول لمنتخب مصر مبروك طبعا الصعود لربع النهائي والمباراه الكبيره امام المنتخب الجزائري وصداره المجموعه. ايضا بقول الف الف سلامه للنجم الكبير ايمن اشرف وللنجم الكبير احمد حجازي، ان شاء الله يرجعوا بالسلامه خلال الفتره اللي جايه. يعني برضو بالمناسبة اللي بشوفه على مدار الأيام اللي فاتت، حق كل الناس إن هي تنتقد، مفيش حد فوق النقد، ولكن برضو ده يعني ده واحد بيشتغل وبيجرب في بطولة بدون اللاعبين المحترفين. أنا بتكلم هنا على كارلوس كيروش، لأن كل اللعيبة اللي موجودة على قد المسؤولية. الحقيقة مفيش أي فرق ما بين لاعبتنا المحترفين داخليا أو محليا وخارجيا، وبالتالي يجب أن ندعم كارلوس كيروش ونظل دائما في ظهره. على فكرة في 1992 على ما أتذكر كابتن محمود الجهري الله يرحمه جنرال الكرة المصرية عمل، لو تفتكروا، عمل توليفة من لاعبة المنتخب الأولمبي واللاعبين المتاحين في الدوري في ذلك الوقت من كل الأندية، والمفاجأة أنه هو كان الفائز بكأس العرب في هذا التوقيت. هنطلع نشوف تقرير عن تتويج منتخبنا المصري بكأس العرب، لعلها تكون فأل خير، كأس العرب 1992، ونرجع لحضراتكم مرة أخرى وهقول لكم كلمتين على موضوع مهم جداً، وبعد كده بقى نستقبل نجم حلقة اليوم بيرسي تاو. تأتي مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب لتعيد إلى الأذهان ذكريات التتويج بالبطولة عام 1992 تحت القيادة الفنية للجنرال الراحل محمود الجهري، الذي خاض المغامرة آنذاك بتوليفة جديدة من اللاعبين الشباب والمحليين. ضم الجهري مجموعة من أبرز عناصر المنتخب الأولمبي آنذاك مع مجموعة من اللاعبين المحليين من الدوري الممتاز، وعلى رأسهم نادر السيد وعلي ماهر وعمر الحديدي ومحمد إبراهيم، بالإضافة لنجوم منتخب مصر حسام حسن وأحمد الكاس وياسر ريان وإسماعيل يوسف وخالد عيد وحسين عبد اللطيف وأيمن منصور. كانت ضربة البداية أمام منتخب الأردن يوم 8 سبتمبر عام 1992، وتعادل الفراعنة 1-1. وفي المباراة الثانية حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكويتي بهدف نظيف يوم 12 سبتمبر عام 1992. وبعد 3 أيام فقط
اصطدم منتخب مصر بمنتخب سوريا صاحب الأرض في نصف النهائي، وكانت مباراة قوية انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وحسمتها ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 لصالح الفراعنة يوم 15 من سبتمبر عام 1992. جاءت المباراة النهائية يوم 17 من سبتمبر عام 1992، وكان منتخب مصر على موعد مع واحدة من أجمل مبارياته أمام نظيره السعودي المدجج بالنجوم. حقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 3-2، وسجل أهداف منتخب مصر سامي الشيشيني من ركلة جزاء وأحمد الكاس وحسام حسن، فيما سجل عبد الرحمن الرومي وسعيد العيران هدفي السعودية. ويمني البرتغالي كارلوس كيروش نفسه بتكرار إنجاز الجوهري وقيادة منتخب مصر لتحقيق لقب كأس العرب في النسخة الحالية، والتي تشهد منافسة حامية بين مجموعة من المنتخبات القوية. طبعا كل جمهور النادي الاهلي اكيد فخور بمنتخب مصر وفخور بلاعيبه النادي الاهلي المتالقين وبشده الحقيقه مع منتخب مصر في كاس العرب، وكلهم بيأدوا الحقيقه بشكل رائع جدا وبقوه كبيره جدا جدا، مش طبعا لاعيبه النادي الاهلي فقط ولكن كل اللاعبين، لاعيبه النادي الاهلي دائما بيؤدوا بشكل رائع سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني. طيب خلونا نشوف تقرير أو كمان تقرير عن نجوم النادي الأهلي في كأس العرب، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل ومعانا المفاجأة اليوم بيرسي تاو، وما تنسوش ابعتوا لنا دايما على هاشتاج تاو مع الشاطر، هو الهاشتاج اللي كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزينها هتبعتوها لنا على هاشتاج تاو مع الشاطر، علشان الناس بتقول لي ماتش برشلونه وبايرن ميونخ ومش عارف مين مع مين وانترفيوز ثانيه، قلت لهم ما تقلقوش جمهور النادي الاهلي هو جمهور مختلف. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن نجوم النادي الاهلي في كاس العرب، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل بيرسي تاو في ضيافه البيت الكبير. تزينت بطولة كأس العرب التي تقام فعاليتها حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بنجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المشاركين مع منتخبات بلادهم في العرس العربي في أجواء مونديالية، ووضع لاعبو القلعة الحمراء بصماتهم مبكرا مع انطلاق البطولة ونجحوا في جذب الأنظار إليهم، حيث يضم المنتخب الوطني في التشكيل الأساسي محمد الشناوي في حراسة المرمى والذي نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة حتى الآن، وقبل مواجهة الجزائر بعد مباراتي لبنان والسودان، وكذلك عمرو السلية مايسترو وسط الملعب الذي نجح في الحصول على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب أمام لبنان والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله المتألق محمد مجدي أفشا، ليقود المنتخب لاقتناص أول 3 نقاط في البطولة. والمخيف محمد شريف الذي نجح في تسجيل هدف رائع في مواجهة السودان بعدما شارك في المباراة كبديل ليثبت أنه مهاجم مصر الأول في الفترة الحالية. وهناك أيضا الجندي المجهول أكرم توفيق فارس الجبهة اليمنى، وكذلك الجوكر أيمن أشرف الذي شارك كعنصر أساسي وظهر بمستوى طيب أمام السودان. وفي المنتخب المغربي نجح السلطان بدر بانون في قيادة منتخب أسود الأطلسي للتأهل إلى دور الثمانية، فضلا عن أنه نجح في تسجيل هدف رائع أمام منتخب الأردن، وكذلك النجم التونسي علي معلول الذي شارك بشكل متميز مع منتخب تونس في مواجهة موريتانيا في افتتاح كأس العرب قبل أن تبعده الإصابة عن المواجهات الماضية. بيرسي تاو المهاري الخطير عدى مرمى الشناوي، الهدف 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 جول. بيرسي تاو بيرسي وادي الكره وجول جول 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 الصاروخ تاو. بيرسي تاو يستلم الكره، بيرسي تاو يغير اتجاهه، بيرسي تاو يا ولد يا ولد
طيب طبعا بيرستاو معايا على الهواء مباشرة زي ما حضراتكم شايفين. هنطلع نشوف تقرير عن الجوهرة السمراء بيرستاو ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى حلقة طويلة جدا. ما تنسوش بعتولنا على تاو مع الشاطر عشان كل جمهور العالم يعرف ان جمهور النادي الاهلي مختلف عن اي شيء اخر. نطلع نشوف هذا التقرير عن الجوهرة السمراء بيرستاو ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بيرستاو في ضيافه البيت الكبير النادي الاهلي او في قناه النادي الاهلي بيرستاو موجود مع حضراتكم على الهواء مباشره. اي اسئله حضراتكم عايزين تسالوها للجوهره السمراء اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي بيرستاو ابعتوا لنا على تاو مع الشاطر. هاو ار يو؟ ازيك يا بيرسي؟ ام جود ثانكس هاو ار يو؟ انا جيد اشكرك. انت كويس؟ التمرين كان جامد النهارده ولا التمرين كان كويس النهارده؟ It was a bit hard. صعبا قليلا وكانت هناك بعض الالعاب الكثيفه ولكن اعتقد في مجمله كان جيدا. مش بدن يعني؟ Not very much. ليس كثيرا ولكن قليلا. ما حدش في لعيبه الكوره بيحب البدني قوي، دايما بنحب لعب الكوره. خصوصا اللي بيلعبوا بشمالهم يعني. Yeah, we try and put in نعم نحاول أن نبذل جهود لأن على الأطراف هناك مجهود ربما أكثر وفي التمارين نحاول أن نبذل جهد أكبر. ماشي هنتكلم في التمرين وهنتكلم في كل حاجة ولكن خليني أبدأ معاك يا بيرسي بحكاية انضمامك للنادي الأهلي. احكي لنا إزاي بدأت المفاوضات معاك للانضمام للنادي الأهلي. Yeah, look, I think the conversations are good. كانت هناك مفاوضات بالتأكيد بدأوا يتحدثوا معي وبعد ذلك تحدثوا معي وأعتقد مع الاحتراف الذي أحرزت في الكثير من المباريات كان من السهل أن أتحدث معهم ووصلنا إلى اتفاق جيد بالنسبة لجميع الأطراف وأنا ممتن لأن أكون هنا. ما فكرتش أن أنت لأن كان هنا الاختلاف أن أنت تسيب الدوري الإنجليزي برايتون فريق كبير في الدوري الانجليزي، ما فكرتش ان انت ازاي تسيب الدوري الانجليزي ولكن انا جاي النادي الاهلي، هذا النادي الكبير العريق، هذا النادي الكبير في العالم، النادي الاهلي بينافس ريال مدريد وبرشلونه على او ريال مدريد تحديدا على افضل نادي في العالم او اكثر انديه حصولا للبطولات في العالم. الو انظر الأهلي نادي كبير في أفريقيا وحول العالم وأنا ممتن لأن تكون أو تتاح لي هذه الفرصة لأن أنضم هنا. بالنسبة لي الحياة هي الحياة. هناك بعض الأماكن ستكون مختلفة، ستكون مثل ما كنت عليه وأنا دائما أنظر إلى الفرص. هناك فرص في كل مكان وأنا أحاول أن أتكيف مع الجميع وفي كل الظروف. لهذا كان من اللطيف أن أكون هنا وأنطلق في مرحلة جديدة أعتقد أني أصبت في ذلك. ولكن هناك اختلاف حتى في الأجواء ما بين الدوري الإنجليزي والدوري المصري. تأقلمت سريعا في الدوري المصري، عملت كده إزاي؟ كما قلت لك على طوال مسيرتي كنت أتنقل بين الأندية والتكيف لم تكن مشكلة بالنسبة لي. أنا أتكيف مع الزملاء وما يريده المدرب وبالتأكيد كل مكان لدي طموح في أن أكون في كل مكان وأن أحرز نتائج جيدة وأن أفوز ومع الأهلي أعلم أن لدي فرصة للفوز. لهذا لم أفكر كثيرا في موضوع التكيف ونقطة التكيف. ما كنت أريده أن أأتي وأقابل الزملاء وأبدأ التمارين وأقوم أبذل قصارى جهدي. صفقة من الصفقات المهمة جدا الحقيقة بيرستاو. خلينا نطلع نشوف رأي الجمهور في صفقة بيرستاو. أهم حاجة رأي الجمهور. نطلع نشوف رأي الجمهور ونرجع نسأل بقى بيرستاو في بقية هذه الحلقة. والله انا شايف ان هو تعاقد كويس جدا ان هو لعيب كبير وبيلعب في دوري كبير زي الدوري الانجليزي فاضافه هتبقى اضافه كويسه ان شاء الله للاهلي وامكانياته حلوه يعني انا شايف يعني حتى اهدافه كلها ملعوبه يعني الراجل حريف بيعرف يلعب كوره بيعرف يقف ويرقص. مستواه كان مأدي حاليا في الدوري مع الاهلي بتأدية حلو جدا هو هداف الدوري
ساهم مع الاهلي في جوان كتير جدا، وكان سبب في ماتشات كتير جدا ان احنا نكسبها مع الاهلي الفتره اللي فاتت. ميرسي تاو مفيد جدا مع النادي الاهلي، يعني تعاقد كويس جدا. وانا شايف ان هو يعني الى حد ما ماشي كويس، لسه ما قدمش 50% من اداء ميرسي تاو اللي شفناه مع برايتون، بس ولسه الدوري طويل، لسه بقى نشوف بقى ميرسي تاو الايام الجايه في كاس العالم وامم افريقيا. بالنسبه لي صفقه كويسه جدا بصراحه، لعيب امكانياته عاليه وقدم مستوى جيد يعني الفتره اللي فاتت دي، نتمنى يعني ان شاء الله ان هو يكمل بنفس المستوى. تاو مع الشاطر هو الهاشتاج اللي احنا بنشتغل عليه. انا شايف ان في تحرك كبير جدا، ولكن العادي يعني ناس كتيره جدا كان بتراهني على هذا الموضوع، لكن دايما جمهور النادي الاهلي في الميعاد وفي الوقت اللي احنا عايزينه فيه دايما بيبقى معانا، حتى لو في 100 ماتش، ال 100 ماتش ممكن تعوضه، لكن ميرسي تاو ما بيجيش غير يوم واحد بس، وما اعتقدش ان هو ممكن يطلع خلال الفتره اللي جايه مع حد كتير. تاو برضو عايز اسالك عن دور بيتسو موسيماني في وجود ميرسي تاو هنا في النادي الاهلي. الدور الذي لعبه بالتاكيد كان هام. لم افكر كثيرا، كنت افكر اني ساذهب للعب مع الاهلي، وافهم اني كنت امثل فريق كبير في البطولات، وعلي ان ابذل قصارى جهدي حتى وانا اعرف انه هنا، وانا عملت معه من قبل وقد ساعدني، وانا متاكد انه سيساعدني ويخرج افضل ما لدي ويجعل مني لاعب افضل. ربما لم يلعب دورا كبيرا، ولكن اعتقد كانت الاهم كان علي ان افكر في مجيئي الى هنا. في فرق لما المدرب يبقى من وجهه نظرك كلاعب، يعني المدرب لما يبقى عايزك تبقى موجود اعتقد ان هو بيبقى افضل ليك كلاعب بكتير من ان هو ما يبقاش عايزك، او تبقى الاداره بس اللي عايزاك. بالتأكيد أعتقد دور المدرب هام للغاية، ويجعل يجعلك تشعر بالثقة وتشعر أنك متفهم لكل الظروف. الجميع يريدك في النادي، الاستقبال الذي حظيت به أن الجميع حتى الجمهور كان يريدني، وكان هذا ربما توافق جمعي ليس فقط المدرب، ولكن أنا شعرت بذلك أن الجميع يريدني أن أأتي إلى هنا، وهذا جعلني أشعر بسعادة. على الرغم من أن وجودك كان سر يعني في الأول، قعدت يوم أو يومين وبعد كده انتشر في كل حتة، ولكن كان سر تحس أن يعني الناس صورتك فوق من برج الجزيرة، وأنت لو فاكر اللقطة اللي كان سمير بيجيبها لنا من شوية، الناس صورتك من برج الجزيرة، فكنا عاملين النادي الأهلي كان عامل يعني كان حطك في الأمقم زي ما بيقولوا، أو يعني مخبيك. نعم، أعتقد في الانتقالات الجميع يود أن يكون سرا ربما في البداية، ولكن عندما تنطلق الشائعات فالجميع ينضم إلى الحوارات، وأن يكون لهم رأي ربما، وهناك توقعات بالتأكيد في البداية، وكيف سيشترك وكيف سينضم وكيف سيتأقلم، ولكن أعتقد أن هذه كانت خطوة جيدة بالنسبة لي، وأنا متحمس لأن أرى إلى أين سأذهب وسأساهم مع الفريق. بالمناسبة، هل في اختلاف ما بين موسيماني سان داونز وموسيماني، أنت حضرت طبعا موسيماني سان داونز وبتحضر دلوقتي موسيماني الأهلي، هل في اختلاف ما بين المدير الفني موسيماني في سان داونز والمدير الفني موسيماني في النادي الأهلي؟
أعتقد هناك فرق كبير بين الأهلي وسان داونز في على الأقل في تاريخ الناديين، وأيضا اللاعبين الذين يلعبون، وهناك تنافسوا على كأس السوبر الأفريقي وبطولة الأمم الأفريقية، وهناك أيضا بعض النقاط المتعلقة بالدين ربما في الأهلي. هناك بعض المشاكل ربما في جنوب أفريقيا المتعلقة بالأمور الدينية والالتزام، ولكن في البطولات هناك بالتأكيد فرق كبير. تمام، برضو خليني أسألك عن بيتسو موسيماني، أو خلينا نطلع نشوف تقرير عن بيتسو موسيماني. إيه الصورة دي؟ هي دي الصورة اللي أنا بقولك عليها. دي اللي كانت اللقطة بتاعت اللي متصورة من برج الجزيرة، حاجة من الحاجات المهمة جدا الحقيقة، وأعتقد أن الصورة دي مهمة جدا بالنسبة لك كمان يا بيرسي، على الرغم من أن هي متاخدة كده، لكن أعتقد أنها مهمة بالنسبة لك. أعتقد أن الصورة كانت هائلة، فأنا سعيد للغاية أنها تم اتخاذها، لأن الجميع كان يريد هذا سرا، ولكن عندما رأيت الصورة وأن الأشخاص والجماهير مهتمون بذلك وأن يذهبوا ويبذلوا كل هذا المجهود لالتقاط هذه الصورة، لم أفكر في ذلك أبدا، ولكن أعتقد إنه ما يمثله النادي والبطولات. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن تاو مع موسيماني أو تحت قيادة موسيماني، ونرجع نكمل مع بيرسي تاو ونجم حلقة اليوم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى بعد هذا التقرير. تاو هاخد جمهور، لأنه الحقيقة جمهور النادي الأهلي دايما بيبقى مختلف في ظل إن إحنا عندنا مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، الناس سايبة كل حاجة. مش عايز أقول لك كمية التويتات أو كمية البوستات اللي مكتوبة على بيرسي تاو، يعني إحنا وصلنا دلوقتي إن إحنا تقريبا رقم 6 أو 7 ترند في مصر أعتقد في تلت ساعة، يعني واضح اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. خليني أقول لك، سمير يونس بيقول منور البيت الكبير والقناة كلها، أنت اسمك الحقيقي ميسي تاو. ميسي تاو this is your real name، real name ميسي تاو. بوب بيقول منور أعظم نادي في الكون. دكتورة رشا بتقول اسمه ميسي تاو، عايزينه يعمل الرقصة بتاعته. هنحاول على قد ما تقدر، اضغطوا عليه جامد عشان يعمل الرقصة بتاعته. أبو يوسف بيقول يا ترى أفضل مركز بيرتاح فيه إيه؟ أفضل مركز بيرتاح فيه بيرسي تاو إيه؟ أعتقد هذا يعتمد على المدرب وعلى متطلبات المباراة، فمتطلبات المباريات تكون دائما مختلفة، أحيانا تكون هناك تشكيلات مختلفة ربما، ومطلوب منك أن تلعب ومطلوب منك طلبات مختلفة، وأنا هذا يعتمد على ما يريده المدرب مني، وأعتقد أنا أتمكن وأستطيع أن أتكيف على المواقع المختلفة، وموقعي دائما كان في المقدمة ربما على الجانب أو ربما كمهاجم، ولكن أنا أرتاح لجميع، يعني أنا أتكيف مع جميع المواقع. تمام، مش يا ترى أفضل. طيب عمر وليد بيقول أحلامك في كأس العالم الأندية، وحاول تعمل الرقصة كتير علشان إحنا بنحبها. حاضر، يعني هنقول له. رؤوف بيقول اسألوا النبي يا كابتن إسلام بيعرف يتشقلب في الهواء ولا لأ، ولو بيعرف قول له يتشقلب يوم 22. حاضر، يعني أكيد وصل له، يعني بيترجموا له على طول. عارف الشقلبة؟ أنا مش عارف. سمرسولت؟ اتس لايك، يعني شبه نيجيريا، فاكر أوكوشا؟ يو نو أوكوشا؟ عارف أوكوشا اللي كان فيديو كوت؟ أوه يو نو؟ Can you make تقدر تعملها؟ I can try. لا بس عشان رجلك احنا. يعني لو مش هتقدر خلاص. هو بيقول لك يوم 22 يوم كاس السوبر. I'll try one day. يوم 22 لو تقدر تعملها كاس السوبر. If you can do it. يبقى يا ريت. ده رؤوف اللي بيقول. تامر قبالي بيقول الصاروخ بيرسي تاو.
طارق حسين بيقول تاو مع اسلام الشاطر، الحمد لله على سلامتك يا كابتن، اشكرك، منورين البيت الكبير، الاهلي حياتنا. سؤال لتاو، ماذا تعرف عن النادي الاهلي قبل مجيئك الى نادي القرن، وماذا تريد ان تحقق مع اعظم نادي في الكون؟ انظر، أنا كنت دائما أعرف النادي الأهلي وهو مشهور بالتأكيد لدينا، وأيضا كمصر، مصر دولة هامة هامة جدا في القارة، وأنا أعرف النادي الأهلي منذ كنت في جنوب أفريقيا، وكنت أنظر إليهم هم يفوزون بالبطولات، وأعرف أن هناك نادي كبير هناك، فأنا أعرفه وأتابعه. طيب طموحك مع النادي الأهلي إيه؟ لدي طموحات كبيرة بالتأكيد، أعتقد لدي طموحات مثل النادي، جميعنا يريد أن يفوز، وأنا أريد أن أفوز بكل البطولات القادمة المتاحة أمامنا، ولدي شعور أيضا من بقية اللاعبين، هم متعطشون للفوز بكل بطولة بكل كأس، وأنا أيضا أريد أن أفوز وأكون جزء من هذا التاريخ. محمد اسماعيل بيقول الحمد لله على السلامة يا كابتن اسلام، الله يسلمك، اشكرك جدا، وعايز نعرف طموح بيرستاو ايه، هو لسه قايله. حماده بيقول اهلا بيك يا تاو في بيتك قناه النادي الاهلي، احنا منتظرين منك الكتير اكيد. شيرين محمد بتقول لو سمحت يا اسلام اطلب منه نشوف رقصته على الهوا لانها وحشتنا كلنا. بصوا انا هحاول اجيب له جون هنا يعرف يجيبه، هو قال لي بص اصل انا مش هعرف اعملها غير لما اجيب جون، فهنحاول معاه نخليه يجيب جون هنا ويرقص يمكن، مش عارف. نجلاء بتقول بتغني يعني، واو واو اوعى يجي لك تاو. الفهد الافريقي الممتع اهلا بك في عائله الاهلي، مرحبا بك في اعظم نادي بالكون. يعني كالعاده الحقيقه دايما اسئله حضراتكم ابعتوا لي، كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تبعتوها ابعتوها على هاشتاج تاو مع الشاطر. يعني طيب هو حد كان بيسال بيرسي تاو ان هو بيتشقلب ولا لا، بعتوا لنا حاجه كده ورينا سمير، هو بيتشقلب اهو اهو. نعم هذه الحركات التي اقوم بها ربما سافعلها، ربما انا استطيع ان افعل ذلك. طيب عايزين 22 يوم 22 ان شاء الله 22 كاس السوبر الافريقي. أعتقد أني قمت ذلك، قمت بذلك منذ زمن طويل، لم أفعلها منذ وقت طويل. ماشي يعني ده طلب حد من الجمهور وبيقول لك يعني حاول. طيب وفي برضه الرقصة بتاعتك بالمناسبة بقت معرفش أنت عارف ولا لأ، بقت رقصة شهيرة جدا في مصر، كل الناس عايزة تعملها النهاردة، إحنا سألنا ففي حد عمل الرقصة بتاعتك عشان يخليك تحاول، نحاول نخليك تعملها. أهو بص بيرقص زيك أهو، الناس بعتلنا على الهاشتاج اهو اهو. بص I think these guys are doing better than me. يعني كل ابعتوا لنا يا شباب كل الرقصه بتاعت بيرسي تاو، هو يعني هنحاول تقول لنا ايه عن الرقصه دي يعني، واشمعنى الرقصه دي تحديدا يا بيرسي؟ Okay, this is a dance from هذه Czech, الرقصة من الأماكن التي كنت أزورها، من الكنيسة التي كنت أذهب إليها، وأعتقد أنها يعني كيفتها بطريقة ما حتى تكون كوميدية وطوعتها. يعني هي كانت رقصة معينة وأنت غيرتها علشان تبقى بهذا الشكل. نعم غيرت فيها حتى تلائمني وتكون سعيدة وكوميدية وأكون مرتاح وأنا أؤديها، حتى تمثل من أين أتيت والمكان ومن أنا، وأنا أحب أن أحيي الهدف الذي أحرزه دائما. طيب هنكمل كلامنا مع بيرسي تاو، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. يا ولد يا ولد يا ولد في مين. طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واحنا بنتفرج على الاهداف، الاهداف اللي انت جبتها دي كلها هي اهداف كلها غير تقليديه، لازم بيبقى فيها مهاره. احلى هدف بالنسبه لك انت بقى، او اقرب هدف بالنسبه لك كبيرسي تاو؟
اسماعيلي محلة ايه؟ علي أن أفكر، ولكن أعتقد أن الهدف الأول بالتأكيد وأن أبدأ مع نادي جديد هو الهدف الأول. أعتقد أن دي الإجابة النموذجية، يعني أنا كنت متخيل أن أنت هتقول كده، لأنه في أهداف أحلى من الهدف الأول، ولكن الهدف الأول دايما بيكون الأقرب لأي لاعب. نعم بالتأكيد الهدف الأول يعطيك ثقة في الفريق وأيضا يأخذ من على كاهلك المشاكل أو الإحساس بأنك في مع فريق جديد، وتشعر بثقة أكبر لأن تحرز الثاني وأن تذهب إلى المباراة التالية. وبالتأكيد الهدف الأول هو الأهم بالنسبة لي. الهدف الأول دايما بيكون الأهم، ولكن الهدف الأحلى بقى بالنسبة للأحلى انت فاكر الاجوان طبعا، يعني احنا لسه ما بقوش كتير، بس يعني ضد المحله يعني اعتقد ان الجو الهدف الثاني في المباراه، لان انا ضاع مني هدف في نفس الموقع، وكان علي ان أصحح هذا الخطأ، وكانت هناك كرة حصلت عليها في نفس الموقع، وفي المحاولة الثانية كان علي أن أتأكد من أني سأحرز هذا الهدف. ماتش المحلة تحديدا كان صعب جدا، بما أننا بنتكلم على ماتش المحلة كان صعب جدا، تعادل 2-2 وفاضل دقيقة. هل فقدت الأمل، ولا أنت من ساعة ما جيت النادي الأهلي تسلحت بأن أنت دايما الأهلي ما بيخسرش الا مع صفارة الحكم لا قدر الله؟ انظر، كل مباراة لديها صعوباتها وربما هي مختلفة عن الأخرى، ومن الصعب عندما تلعب ضد الأهلي، ولكن أنا أعرف قدرات فريقي وما يستطيعون أن يفعلونه في الملعب. هذا يرفع قليل من الضغط، وأننا كلنا نريد أن نفوز، وحتى لو كانت المباراة صعبة، ولكن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين الذين يساهمون بصورة إيجابية. لما بتشوف جمهور النادي الأهلي في الشارع وانت ماشي، أول حاجة بيقولوها لك إيه؟ أعتقد الرقصة يعني. We have to win. عليكم أن تفوزوا. طبيعي، ما أنا لسه الجزء الثاني هتكلم في ده. اتفضل. يتوقعون الكثير من النادي، دائما يريدون أن نفوز. هذا أكثر تعليق. هو جمهور النادي الأهلي كده. السنة اللي فاتت لما كنا في كأس العالم للأندية، دي حكاية بسرعة كده. لما كنا في كأس العالم للأندية كسبنا المباراة وطلعنا ثالث العالم، وجمهور اللي كان في المدرجات في ذلك الوقت بيقول للموسيماني، موسيماني كان معايا من شهرين ثلاثة كده برضو مكانك، فبيقول لي أنا لقيت الناس بتند عليا وبتقول لي أفريقيا العشرة، ما كناش لسه خدنا، فبيقول له أفريقيا اللي بعد كده يعني. هو ده جمهور الأهلي. نعم، الجمهور لديه مطالب كبيرة ويريدون الكثير من النادي، ولكن لهذا يجب علينا أن نقدم الأفضل دائما، والنادي فاز بالكثير من البطولات، ولهذا فهم يطلبون الكثير، ومن وأيضا اللعيبة والمدربين يريدون أن يخرجوا أفضل ما لديهم، وهذا هو الشعور الذي أحصل عليه من في كل مباراة، وهو أن نبذل كل ما في وسعنا ونبذل قصارى جهدنا، وأنا سعيد بهذا. طيب خلينا نطلع نشوف رأي الجمهور. بيرسي تاو اختار أحلى هدف بالنسبة له، خلينا نطلع نشوف رأي الجمهور ماذا قال عن أجمل هدف لبيرسي تاو. أفضل هدف جابه اللي هو جابه في سموحة، لأنه لما دخل عليه المدافع عداه، ولما عداه يعني قدر يحطها بطريقه جميله جدا في الزاويه الضيقه. لا لعيب كويس. هدفه مع الاسماعيلي كان من الاهداف الجميله، واللي هي يعني حط بصمه على طريق يعني حبه للجمهور ليه. يعني انا شايف ان هو الهدف ده قربه قوي 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 من جمهور الاهلي. والله هو اهدافه كلها كويسه وحلوه، لان هو بيلعب بالشمال
وبيراوغ كويس جدا وبيخش ال 18. احلى حاجه بتعجبني في فيرستا حاجتين، ان هو بيتحرك كويس، اكتر واحد بيتحرك كويس في النادي الاهلي، والرقصه بتاعته اخر جون ورقصته الجميله، يا ريت يعممها كلها واحنا نعملها زيه. جمهور الاهلي لما بيحب حد بيعمل اي حاجه. يعني ايه الفرق، انت لعبت في انديه جماهيريه كبيره جدا، ايه الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور تاني؟ اعتقد ان جمهور الاهلي اقرب الى ناديهم. الاهلي النادي يمثل لهم الكثير، وهم هو كدين لهم، وترى ذلك في تاريخ النادي مع الجمهور، وهم يدعمونه كثيرا. واعتقد ان هذا الفرق الكبير، وهم ايضا صبورون، يصبرون على النادي ولكن يريدون الفوز، وهذا حدث في الكثير، فالنادي أعطى لهم الكثير من الفرص لأن يفوز، وهناك الجمهور مريح مع النادي ويحبه كثيرا، وهو والجمهور هنا يريد المركز الأول بس، هو المركز الأول بس. الجمهور النادي الأهلي لا ينظر إلى أي مركز آخر، هو المركز الأول فقط. يعني لو أنت طلعت مثلا يعني ثالث العالم دي في كاس العالم الاخير للانديه، انت طلعت ثالث العالم، يعني مبسوطين بس احنا دايما ده بجد على فكره، مش مجرد كلام بنقوله، هذه هي الحقيقه. جمهور الاهلي بيبص دلوقتي على حته ثانيه خالص. نعم هذا صحيح، وتستطيع أن تلمس ذلك في الشارع وأينما تقابل الجمهور، فهم يقولون يجب أن تفوزوا، يجب أن تكونوا في المركز الأول، وهذا يلقي علينا مسؤولية كبيرة ربما، ولكن هو أيضا شيء جيد لأننا نلعب لأن نفوز وأن نلعب لنحرز المركز الأول ليس الثاني، لن نكون مرتاحون لذلك، وهناك تحدي كبير لان نصل الى المركز الاول. علاقتك بلعبت النادي الاهلي، يعني احنا حسينا ان انت اول ما جيت لعبت مع النادي الاهلي حسينا ان انت واحد موجود بتلعب وبتروح وبترقص وبتعمل، يعني كان بقالك 10 15 سنه موجود في النادي. كانت غريبه جدا برضو. طبعا جنوب افريقيا من البلاد القريبه مننا، مش القريبه مسافه ولكن القريبه مننا كناس، لان احنا خصوصا الاهلي دايما بيروح جنوب افريقيا والفرق جنوب افريقيا، وكلنا افارقه وكلنا فخورين ان احنا افارقه، ولكن برضو ان انت تيجي من جنوب افريقيا او من لندن او من انجلترا وتيجي النادي الاهلي واول مباراه وتحرز هدف وتتاقلم مع اللاعبين، احنا طبعا صورنا حاجات كتيره جدا وانت مع اللاعبين، لا مبسوطين رايح وجاي وبتهزر وبتلعب، ايه؟ عندما جئت في البداية اللاعبين والزملاء أظهروا حبا كثير لي، والمساعدين ساعدوني في أن أحقق هذا التكيف، وشعرت أني واحد منهم، جعلوني أشعر بذلك. البيئة كانت هائلة، كانوا مرحبين للغاية ودائما يذكروني يجب أن تحرز المركز الأول، يجب أن تفوز. نعم أنا أعرف ذلك، ولكن كانوا مرحبين للغاية. وفي الملعب نحن نلعب كفريق واحد، ولكن كرة القدم في الملعب هي لغة واحدة. أنا لا أتحدث العربية، ولكن الكرة هي لغة واحدة، أعرف كيف أتحرك، وأيضا تكيفت إلى ما يريدونه وهم تكيفوا إلى ما أريده وكيف ألعب، وأيضا في التدريبات ساعدت لأن أكون قريبين من بعضنا البعض. من أقرب اللاعبين بالنسبة لبيرسي تاو؟ أعتقد أن الجميع رغم أني this is the No, everyone, to be honest. الجميع the guys are good. هائلون في الحقيقة، مرحبون للغاية. ومنذ أن جئت إلى هنا نحن نتعامل بصورة جيدة مع الجميع، وهم أيضا يحبون الرقصة. في حد منهم بيرقصها؟ نعم يحاولون بالتأكيد، يحاولون. أقرب واحد بيقرب منك في الموضوع ده، بيقرب من رقصتك يعني؟
أعتقد أن كلهم، ولكن ربما هناك بعض الاستحياء، ولكن في التدريب كلهم يحاولون. كله بيحاول. Everyone tries. ماكسوني. Not everyone. ماكسوني يعني. I think it's ماكسوني. نعم. ماكسوني يحاول. بعدين أرى جايز أفضل. ولكن الجميع أشرف. أيمن أشرف. أشرف لا يحاول. أشرف لا يحاول. No, he never tries. لا لا يحاول. هو يستحي من ذلك، ولكن الجميع يحاولون. محمد الشناوي. محمد. No. No. الشناوي always. بوكر فيس ها؟ لا 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 يحاول. هو دائما بعيد عنا عندما نؤدي الرقص. في حته ثانيه. هو مين طيب مين اللعيب اللي بيحاول يعملها معاك؟ يعني انت ما لحقتش سعد سمير، سعد سمير لو كان موجود كان اكيد عملها معاك. مين تاني ممكن؟ كهربا ممكن، حسين الشحات اي ثينك ممكن كهربا تراي يعني ممكن يعملها. كما قلت من قبل هم يحاولون ولكن في الملعب يستحون من ذلك، ولكن في التدريبات عندما نحرز هدف أو نحقق بعض الإنجازات ولكن يحاولون القيام ببعض الرقصات. علاقتك إيه بديانج؟ هو بيتكلم فرنساوي، أنت بتتكلم إنجليزي، علاقتك إيه معاه؟ No, I try a bit of French though. أنا أتحدث القليل من الفرنسية. But no, he's a good guy. إنه شخص جيد للغاية و. He speaks English also. يتحدث الإنجليزية أيضا، وهذا يساعدنا في التواصل فيما بيننا، وأيضا يترجم لنا عندما لا نفهم بعض الأمور، فهو شخص جيد. طيب خلينا نطلع نشوف ماذا قال لاعب النادي الأهلي عن بيرسي تاو ونرجع نكمل مع حضراتكم. بيرسي مش محتاج مثلا اللي هو مثلا لسه يجي ينسجم او اي حاجه، لا يعني بيرسي لعيب كبير قدر يدخل في وسطينا على طول من اول يوم في التمرين، وهو دخل على طول لكنه واحد موجود بقاله كتير، حتى اول مباراه ليه قدام الاسماعيلي قدر اللي هو يجيب جولين وبعدها يصنع ويجيب، فكان ماشي كويس جدا، ماشي معانا كويس في كام مباراه اللي هو لعبها، فهو لعيب كبير، فاللي هو ما كانش محتاج اللي هو انسجام ولا اي حاجه، لا لا هو دخل على طول في وسطينا، واحنا كمان قدرنا ان احنا نعمل كده، لان احنا اي حد بيجي ما بنعتبروش جديد، فدي حاجه كانت كويسه، فالحمد لله ربنا يكرمه طبعا، وبقول له كمل زي ما انت ان شاء الله، واحنا وراك والجمهور وراك، وان شاء الله تعمل حاجه كويسه معانا ان شاء الله السنه دي. لا والله يعني من اهم المميزات بتاعته اللي هو يعني بيعرف يتحرك من غير كوره، فدي ميزه فيه كويسه جدا، فدايما تلاقيه بيتحرك ورا المدافعين على طول، سواء بيلعب وينج او سواء بيلعب فرد او بيلعب اي مكان، تلاقيه بيتحرك في اي مكان، فدي ميزه فيه جدا، فدي حاجه كويسه جدا فيه، بتريح اللعيبه دايما اللي حواليه، فدي حاجه كويسه جدا يعني. شخصيه حلوه، بيجي يفضل قاعد في الاوضه شويه بعد كده يروح يدخل الجيم او يجي، فما تشوفوش اصلا يعني، انت لما بيجي الاوضه بيقعد شويه بعد كده ما تشوفوش تاني الا بعد في التمرين مثلا. اه فريمون سي il a été il a été un grand ajout il a été un grand ajout dans notre équipe aujourd'hui. Et il est nouveau, mais il monte pas ses façades. Il monte directement qu'il est prêt, qu'il peut nous aider. Et il l'a fait à pas mal de reprises. Et je ne le fais que lui souhaiter bon vent. Je lui souhaite bon vent et j'espère qu'il donnera encore plus, qu'il donnera le meilleur de soi-même pour qu'on puisse continuer à gagner, Inch'Allah. Bien sûr, ma relation avec Percy Tau, c'est... sur le terrain et bien sûr encore c'est en dehors du terrain parce que lui et moi nous sommes des aventuriers ici donc on s'entraide donc ça va. Oui bien sûr je le soutiens à fond et je le soutiens à fond, je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite le meilleur et bien sûr qu'il va nous aider encore à aller de l'avant et qu'il va plus marquer beaucoup de buts. Et pour nous, Inch'Allah, je lui souhaite que du meilleur, Inch'Allah. برستاو انا كغني عن التعريف طبعا هو لعيب محترف واضافه كبيره لينا هنا في التيم، احنا جايين صفقات جديده مع بعض، بس هو دلوقتي قدم اضافه واكيد جماهير النادي الاهلي دلوقتي بتثق فيه ثقه كبيره وبتنتظر منه المزيد، ولان احنا داخلين على بطولات كتير وان شاء الله تبدا بالسوبر ونقدر نسعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. هو لعيب محترم دي اهم حاجه، والنادي الاهلي ما بيقبلش الا باللعيبه المحترمه وبعد كده بتفكر في الموهبه، لا هو لعيب محترف ولعيب وعارف هو بيعمل ايه ومميز في حاجات كتير، السرعه والقوه وبيعرف التحركات يتحرك كويس، خاصه ان هو كان شغال برده مع مستر موسيماني في سان داونز، فاكيد يعني
يعني دي يعني هربت المسافات هنا في واثرت ما اثرتش على الاداء بتاعه يعني. لا انا بتمنى له التوفيق ان شاء الله، وهو اضافه كبيره للنادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله يكلل ببطولات ان شاء الله في الفتره الجايه. اقول له كمل وعلى نفس المستوى واعلى، عشان جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش باي حاجه غير البطوله ان شاء الله. طيب ده كان طبعا أليو ديانج، وهقول لحضراتكم يعني أليو ديانج من الناس اللي او قال في كلامه عن بيرسي تاو ان هو زميل وصديق، وان هو بيسنده من جوه الملعب وبره الملعب، وهما الاثنين بياخدوا مغامره مع بعض في مصر، ولازم الاثنين دايما بيساعدوا بعض، وان بيرسي تاو هيجيب اهداف كتيره جدا مع النادي الاهلي، وان بيرسي بيساعد الفريق من اول ما جه لغايه دلوقتي، وهيساعد الفريق خلال الفتره اللي جايه، وهو بيتمنى له الافضل. ده إليو ديانج عشان الترجمه. يعني عايز اقول لك ان الرقصه بتاعتك برضو مأثره في الناس، هات لنا الرقصه يا سمير كده واحنا بنتكلم. بعض الاطفال يعني بيحاولوا، اهو بص يعني بعض الاطفال بيحاولوا. أعتقد أن هذه الرقصة باتت ها. طيب قبل ما أطلع فاصل خلينا نروح ل... إحنا بقينا بالمناسبة الناس اللي بتقول لي أنا اللي كسبت الرهان، يعني مش رهان ولا حاجة، ولكن أنا اللي كسبت، لأنه إحنا رقم 3 على مصر دلوقتي في تريننج في التويتر وعلى الفيسبوك، فيعني ولسه انا متخيل ان شاء الله على اخر الحلقه هنبقى رقم 1. علي حسان بيقول لك كنت تعرف لعيبه في الاهلي قبل ما تيجي من الجيل الحالي؟ يا قدار نعم بلاير اجينست سام اوف ذا جايز، لعبت في مقابل بعض اللعيبه في مباريات سابقه وفي الكاف، دائما ننظر الى بعضنا سان داونز، ننظر الى اللاعبين وكيف يحرز الاهلي وكيف يلعب الاهلي، فانا اعرفهم. الحمد لله على السلامه يا كابتن. ده احمد حسين بيقول لي الحمد لله على السلامه يا كابتن اسلام، ضيف خفيف جدا، بس هو خايف. هيخاف من ايه يعني؟ ان هو يقول حاجه ليه؟ لو عايزه بيقوله. محمد سيد بيقول الحمد لله على السلامه، اشكرك جدا. ممكن تسال بيرسي تاو مين نجمك المفضل عالميا؟ اعتقد هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، لم اختر ابدا واحد، ولكن هناك الكثير من اللعيبه، يعتمد على الفريق ربما واي فريق يلعبون، وهناك الكثير من الاسماء لا استطيع اذكر، ولكن ربما هناك الكثير، ربما 20 او 25 لاعب. طيب مين النادي اللي بتشجعه او بتحبه بعيدا عن النادي الاهلي يعني في العالم عالميا؟ اوكي ابارت فروم الي اوكي برشلونه yeah. اوكي نعم، حتى بعد ميسي ومغلوب 3 دلوقتي بالمناسبه. طبيعي. اعلم انه ترك، ولكن انا احب الطريقه التي يلعبون بها. And some of their games. وبعضهم من اللاعبين السابقين. Did you expect Barcelona؟ لا، هو توقع ان برشلونه هيخسر الصبح. قال لعمر ان هيخسر 3. I think they're playing a difficult game. اعتقد هم كانوا يلعبون مباراه صعبه اليوم. انت هنا بتلعب قدام برشلونه؟ ولا ده لا؟ Yeah. برشلونه و انا lost. مع سان داونز ها؟ برشلونه وماتش ودي. طيب كابتن اسلام اساله يا كابتن انه لو يعرف لعيبه قدامى محمد ياسين، تعرف لعيبه قدامى من النادي الاهلي؟ Yes I do. نعم اعتقد ربما انطق الاسماء غلط، ولكن اني اعرف بعض اللاعبين من قبل. كنت اعرف ايضا احد الاساطير. مين؟ Yes. هو I mean you are also one of the legends. أنت أحد الأساطير. No thank you. مين تعرف بركات؟ سمعت عن بركات؟ أبو تريكة؟ أبو تريكة يا. تريكة يا. جمعة؟ وائل جمعة؟ جمعة؟ You see when you pronounce them. عندما تنطقهم أتذكرهم. ولكن أعتقد. I know some of them. نعم أعرف بعضهم. طيب.
اصل انت كنت صغير يعني، ما بس خلي بالك هما بيقولوا لي انت كنت صغير. لا ما احنا برضو مش مبطلين من بدري يعني، احنا مش كبار قوي. طيب الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا كابتن اسلام، اشكرك جدا، ربنا يحفظك، اشكرك جدا. والله انا ببقى سعيد لما ببقى معاكوا فعلا، وقد ايه الواحد بيبقى يعني انا مش حاسس بحاجه يعني. يلا ماشي، قول لتاو السوبر اهلاوي وباذن الله نفوز ونرقص هناك ونرجع بالكاس. نهاد مكاوي بتقول الحمد لله على السلامة، أشكرك جدا دايما، أشكرك كالعادة. أسأله هل تو يقدر يسجل في مرمى الفريق المكسيكي في كأس العالم؟ شخصيا كفريق نستطيع، شخصيا أقدم أفضل ما لدي، وأعتقد أن الفريق يمكن أن يحرز. ماجد بيقول السلام، اشكرك جدا، الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك. بحب اقول لك او بحب اقول لتاو الاهلي وجمهوره غير اي نادي، احنا المركز الثاني زي الاخير، ونحب نشوفك دايما متالق. عبد العزيز بيقول الف سلامه، الف مليون سلامه يا كابتن اسلام، اشكرك. ايه رايه في الدوري، ايه رايك في الدوري المصري؟ صعب، أعتقد أن كل بطولة أو كل دوري مختلف عن الآخر، هناك ربما لاعبين مختلفين، أساليب مختلفة في اللعب، وأنا أعتقد أنه من الصعب أيضا الفوز، ولكن الأمور تختلف من فريق لآخر. إيهاب بيقول إسلام نورت القناة، وبيرسي تاو أشكرك جدا، وبيرسي تاو دايما منور. كيمو سعد بيقول ألف سلام، أشكرك جدا، بالتوفيق لتاو مع الأهلي في فيما هو قادم، والقادم أصعب. يا كابتن إسلام عاوزينه يرقص الرقصة، ماشي، ما أنا قلت لحضراتكم هنحاول نخليه كده نجيب له جون، لأن هو قال لي، أنا سألته قلت له جمهور النادي الأهلي عايزك ترقص الرقصة بتاعتك، قال لي هيبقى صعب، أنا ما بعرفش أرقصها غير لما بجيب جون، فهنحاول نجيب له جون هنا. والله بتكلم بجد، حاول اجيب له جون ويعمل كده. يا كابتن اسلام عاوزينه يرقص الرقصه، حاضر. وليد بدأ بيقول ازيك كابتن اسلام، تحياتي ليك وتاو، المهاره والرشاقه، الف سلام عليك، اشكرك جدا، وتاو منور الدنيا كلها، وعاوز اعرف طموحه مع الاهلي. قالوا اسلام كلاسيك بيقول مساء الخير يا كابتن اسلام، يعني كالعاده الحقيقه دايما حضراتكم بعت لنا يعني حاجات كتيره جدا واسئله كتيره جدا، هسالها طبعا كلها البيرس تاو، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع بيرس تاو في ضيافه البيت الكبير. تاو مع الشاطر تريندنج رقم 2 في مصر دلوقتي كالعادة، الحمد لله دائما جمهور النادي الأهلي ما بيكون في أي حاجة، الرهان على جمهور النادي الأهلي دائما ما بيكون كسبان. عندي لك مفاجآت كتيرة لسه خلال النص ساعة القادمة، ولكن خليني أبدأ معاك من جنوب أفريقيا. تألقت الحقيقة مع سان داونز، وتوجت ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك، وسجلت هدف. ان شاء الله تكون احنا هنا كاهلاويه مستنيين ان شاء الله يتم تتويجك انت بقى كشخص مع النادي الاهلي في دوري ابطال كمان. تقول ايه عن فتره سان داونز اللي انت كنت موجود فيها مع هذا الفريق الكبير؟ نعم، سان داونز أعطوني فرصة كبيرة لأن أؤسس نفسي، وأنا سأكون ممتن دائما لهم، وكنت استطعت أن أحرز الكثير من النجاحات معهم، وأنا لهذا أنا هذا الشخص الذي هو أنا عليه اليوم. ساعدوني في أن أكون على ثقة وأثق بنفسي، وأعطوني الفرصة لأن ألعب وأن أذهب إلى أوروبا وأن أفوز بالبطولات، وأعتقد أن مباراتي مع الكاف كانت هائلة، واستطعت أن أفوز، وبذلت قصارى جهدي مع سان داونز. طيب الكابتن التاريخي لفريق سان داونز كيكانا هيوجه لك رسالة، ونرجع نطلع نشوف هذه الرسالة، ماذا يقول الكابتن التاريخي لنادي سان داونز لبرستاو، ونرجع نكمل. Hello, Percy. My name is Tom Fogega, and I'm your former captain. I just want to wish you all the best, man, in the Al Ahly team. I know you're going to continue to make us proud
Wish you all the best, my brother. I'm your biggest fan. I know how hard you're gonna work in that team. More than anything, make sure that you enjoy the game. Don't forget to put on the smile every time. I know you would. I know you will enjoy the game. I know you work very hard. Keep scoring those goals. We're watching and continue to enjoy, my boy. Keep going. بيحبك جدا الناس في جنوب افريقيا بتحبك جدا برضو كيكانا واحد من او القائد العظيم او الاكبر في نادي سان داونز اعتقد شيء جيد ما زلت على علاقه جيده به نعم هذا حقيقي إنه أحد الأشخاص الهامين في مسيرتي المهنية والمرحلة التي وصلت إليها لعب دور كبير جدا معي وكان حريص علي وعلى طريقتي وعلى أن يرعاني وكانت هناك الكثير من الحوارات بيني وبينه وقال لي ماذا أفعل كيف أتحرك كيف أحرز أهداف وسأكون ممتن لكل النصائح التي أعطاني إليها وأنا متأكد أنه ما زال يريد أن يستمر في ذلك لدي علاقة قوية جدا معه وأنا دائما متواجد بالنسبة له وهو دائما موجود بالنسبة لي وأنا فخور للغاية لأن أكون لعبت معه. بعد سان داونز انتقلت للعب في إنجلترا مع برايتون لكن رحت إعارة وقدمت موسم رائع مع نادي سان جلواز البلجيكي وكان مدربك هو لوكا ليزنر. طيب خلينا نطلع نشوف ماذا قال لوكا عن بيرسي تاو ونرجع نكمل. Hi, Percy. Well, it's nice to say a few words about you. Just to tell you that I particularly loved the season that we spent together. I think you are an amazing player. You have done so much in that season that we have spent together. I've loved your confidence, your level of professionalism, always ready to work hard, always. Searching for details, how to become better, but always with a smile on your face. I remember that on every training session, we were amazed about your skills and the way you played for you as well as for your teammates and for the fans. I'm sure that all the new fans will love you, and I really, really hope that you will have a great season in your new environment. Anyway, stay positive, be the nice person that you always were, and I really wish you all the best, and I hope that I can watch you score goals a lot in the next month. Enjoy it. Don't forget to say hi here or there, and we'll keep in touch. All the best. Bye bye. سجلت 13 هدف مع لوكا وصنعت 13 هدف ايضا. اعتقد مدرب له بصمه كبيره مع بيرسي تاو. كان بالتاكيد هام جدا ولعب دور هام جدا في تطوري في اوروبا، قال لي الكثير من النقاط الهامه و أرشدني إلى الكثير من الكتب لأن أقرأها وكنت أكتب وكنت أدرس في ذلك الوقت وكان يحاول بكل الطرق أن يساعدني خاصة في أوقات الامتحانات وعندما كنت أذهب للامتحانات كان معي وكان يعطيني الفرصة لأن أراجع وكان داعم كثيرا لي ولم يستقر أبدا وكان دائما يطلب مني المزيد كان يطلب مني دائما أن أبذل قصارى جهدي وهو مدرب هائل وإنسان هائل الحقيقة لم يكن لدي الفرصة لأن أعمل مع الكثير من المدربين ولكنه واحد من الأفضل الذين قابلتهم وشخص هائل جيد للغاية. طيب بعد كده لعبت في كلوب بروج والبلجيكي طبعا تحت قيادة المدرب الكبير العظيم الحقيقة فليب كليومنت وأعتقد لعبت مباراة ضد ريال مدريد وصنعت هدف في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 ما بين بروج وريال مدريد
وقول لنا ايه عن الفتره دي قبل بس ما نطلع نشوف كليمونت نفسه قال ايه عليك في الفيديو اللي جاي، لكن كلمني عن الفتره دي برضو يا بيرس. كانت هذه ايضا فتره هامه جدا في مسيرتي، وكنت استطعت ان العب مع ريال مدريد، وكانت مباراه هامه وكانت لدينا فرص هائله، ذكريات كثيرة رائعة في فترة قصيرة، وكنا فريق استطعنا أن نلعب أمام فرق كبيرة بكل الثقة وكل وكان هذا فترة هائلة ومثمرة في مسيرتي، وأن نستطيع أن نلعب وننافس بصورة كبيرة وأن نكون على نفس القدم مع فرق كبيرة في بطولات كبيرة، كان هذا هائل الحقيقة. تمام، خلينا نطلع نشوف ماذا قال المدير الفني الكبير فيليب كليمون ونرجع نكمل. Hello Percy, I want to wish you all the best for your new challenge. We all miss you here for your good feet and your big smile. So you always brought the sun into our dressing room and on the training pitch and in the games. So I want to wish you all the best from all the boys here, all the staff, and wish you good luck. Bye bye. مدرب كبير، هو كان لسه اول امبارح، بس هو امبارح اتغلب 4-1 بس، يعني تمام تعدي باريس سان جيرمان، يعني ميسي ومبابي كانوا بيلعبوا ضده امبارح. كانت هناك نتائج هائلة عندما كنت ألعب معهم، وكنا دائما محظوظين لأن نلعب في الكثير من البطولات، ولكن أعتقد بيرسي أكثر قوة الآن ويستطيعون أن يفوزون في الكثير من المباريات، ولديهم مدرب رائع ولديهم تشكيل هائل أيضا من اللاعبين، وأيضا لديه رؤية فيما يتعلق بلعب كرة القدم وكيف يرى المباراة بصورة عامة، فهو مدرب رائع. طيب بتقيم تجربتك في بلجيكا إزاي؟ كانت ناجحة، أعتقد كانت ناجحة للغاية، كانت مثمرة، ولكن لا يمكنني أن أرضى، فأنا دائما أريد الأفضل، ولكن هو من السهل أن نتحدث على شيء حدث وأقول كان من الممكن وكان يمكن أن أفعل ذلك، ولكن في ذلك الفترة لم أكن أعرف ذلك ولا يمكن أن أتحدث عنها كثيرا، ولكن حدث ما حدث، كانت فترة هائلة وكانت فترة مثمرة، كان يمكن أن تكون أفضل، ولكن أعطيت جميعهم ساهموا في تطويري وأن أكون شخص أفضل ومتفهم أكثر، وأعطوني الكثير من الفرص، الفرص التي كنت أريدها، وأنا ممتن لكل هذه الفترات. طيب بما أنك أنت برضو عايز تعرف الفترة دي كانت صعبة ولا سهلة ولا نجحت ولا ما نجحتش، خلينا نطلع نشوف واحد من أشهر وأهم الصحفيين الرياضيين في بلجيكا، ساشا تابولييري، واحد من اهم وافضل الصحفيين في مسؤول التغطيه الكره البلجيكيه في صحيفه ليكيب الفرنسيه الشهيره. نشوف قال ايه لتاو في هذه الرساله ونرجع نكمل. Tito is a superb player. You know, he is so quick, so speed, really easy in face-to-face, technically perfect. You know, his period in Belgium was really good. It was in 2-3 terms. He takes the time to understand a bit the philosophy of the Belgian football when he was to Union Saint-Gilloise, and then it came smoother and smoother. To when he goes to Bruges, he shined. He was amazing, you know, in terms of statistic, in terms of also as a teammate. He was really appreciated by everybody, and that was really a good point. The third step
when he was in Anderlecht was a bit more difficult because he didn't play at the same position and the team collectively, because he is a really collective player, was not perfect. So it was not as good as his first and second journey in Belgium, but what we can say is that he demonstrated the talent he had when he had the time and also the atmosphere and the environment to do it. So this is important to know, and Persito will be for sure one of the best players of the team of Al Ahly, and one of the best players of in the league of Egypt. يعني ده كان واحد من اهم وافضل الصحفيين اللي موجودين او بيتكلموا في بلجيكا، واعتقد ان هو قال كل ما حدث او اللي انت عملته كله بشكل عام في بلجيكا. عندي برضو مفاجاه مهمه جدا فيما يخص منتخب جنوب افريقيا. خلينا نطلع نشوف هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا ماذا قال عن بيرسي تاو، ونرجع ناخد تعليقه. Percy, I hope that you are well. I have to say that I was very happy that you made the move from England to Egypt, because you're playing now in the top team in Egypt, who's playing Champions League, African Champions League, and who's playing for the Egyptian Championship. And also you're working with the South African top coach, who knows you very well, so I think that in the future you will become better and better. And you know that you are a very important player for Bafana Bafana. So I'm looking forward to March and to meet you again in your best shape ever. Because you know, after that, it's qualifying for AFCON again. And a good Percy Tau can help us a lot. A Merry Christmas and a Happy New Year. And see you in March. Bye. يعني طبعا انا حابب اشكره طبعا هوجو بروس على احترامه وعلى كلامه المحترم عن النادي الاهلي وعن بيرسي تاو، فبشكره جدا جدا الحقيقه، وعن موسيماني ايضا عن كلام محترم جدا من هوجو بروس، اعتقد شيء محترم يعني. وان هو ان هوجو بروس يختارك تاني كابتن او ثالث كابتن في منتخب جنوب افريقيا، تاني كابتن في جنوب افريقيا، اعتقد شيء جيد. Yeah, he gave me a responsibility. أعطاني مسؤولية كبيرة. A very good coach. وهو مدرب رائع أيضا. وأنا متشوق لأن أرى ما الذي يحمله المستقبل بالنسبة لي وله، وما الذي فعله بالنسبة للفريق في فترة وجيزة شيء هائل وعظيم، وهو شيء كبير، الكم الذي حققه في هذه الفترة. قبل بس ما تكمل كلامك، معلش يعني لازم طبعا، تعال مهند، تعال زيك. ازي حضرتك مهند، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك كويس؟ سلم. هلو. تعال هنا اقعد، تعال هنا، تعال مهند. كل دي ميداليات بسم الله ما شاء الله. ها كل دي ميداليات، اقعد هنا حبيبي. طبعا كل دي ميداليات، ها بسم الله ما شاء الله، احطها قدامك هنا عشان ايه نشوفها. طبعا عايز اقول لحضراتكم النهارده مهند هو مفاجاه حلقه اليوم. مهند زي ما حضراتكم عارفين، مهند كان متواجد في احتفال اول امبارح الحقيقه قادرون باختلاف، ووصل لنا بس ان هو عايز يشوف بيرسي تاو، وان هو بيحب بيرسي تاو جدا وعايز يشوفه. فيعني عملنا مفاجاه النهارده لمهند من خلال وجوده في البيت الكبير، وطبعا اتكلمنا مع بيرسي تاو اللي كان سعيد جدا جدا واصر على ان مهند يكون موجود معانا النهارده. ازيك يا مهند؟ اهلا يا كابتن، ازي حضرتك عامل ايه؟ وحشنا الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ معلش النهارده قعدناك فتره طويله، ولكن لا 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 كنا لا. عايزينك تبقى دايما مبسوط معانا. مبسوط النهارده ان انت موجود مع بيرسي تاو؟ اكيد، يعني شرف ليا ان انا موجود مع يعني اتنين كابتنين عظام، كابتن اسلام ربنا يخليك يا حبيبي، وكابتن بيرسي. يعني انا قاعد بين
عملاقين من عمالقة كرة القدم يعني، فأنا متشرف ده. مع انك انت سباح شاطر يعني، بسم الله ما شاء الله خد ميداليات كتيره جدا في السباحه بيرسي، وهو كان مصر الحقيقه ان هو يبقى موجود معانا النهارده لما عرف ان انت موجود معانا. هو كان عايز يجي يتصور معاك بره، ولكن انا قلت لازم يبقى موجود معانا جوه وعلى الهواء مباشره لانه يستحق الحقيقه. مهند من الشباب، من شباب قادرون باختلاف بالفعل، حاجه ليها اعتقد ان مهند هيبقى ليه مستقبل كبير جدا 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 في الرياضه، وحتى طريقه كلامه وطريقه القائه حاجه جميله جدا يا مهند. شكرا ليك، شكرا ليك. مبسوطين ان انت موجود معانا النهارده، وانا والله اسعد يعني، انا اسعد. انا بس عايزه اقول حاجه للاستاذ بيرسي دلوقتي. انا كنت حابب جدا اخر جوان ليك مع في ماتش الزمالك يعني، اتمنى بس ان حد يترجم له عشان ما حد بيترجم له ما تقلقش. يعني كنت حابب اخر جون ليك مع الزمالك في لقاء الزمالك، كنت حابه قوي. سموحه تقصد ولا الزمالك؟ لا الزمالك، اخر ماتش، اخر لقاء. انت اهلاوي انت؟ مصطفى أهلاوي. شعبان قال لك يعني انت قلت له ايه ساعتها؟ انا قلت له لا انا اهلاوي. قلت له لا انا اهلاوي. ها وانت اهلاوي، واحنا اتكلمنا مع باباك قال ان هو ان انت اهلاوي وبتشجع النادي الاهلي وانت صغير. ايوه يعني انا من اول ما طلعت لا اهلاوي اهلاوي. انت فيك شبه شويه من بيرسي تاو. لا طبعا هو اجمل. هو اجمل ماشي. بيرسي اعتقد انت يعني ان انت تشوف مهند موجود ومثال ل جيل كامل الحقيقه. مهند ده بالنسبه لنا ابطال التحدي دول بيبقى ليهم معزه كده في قلبنا مختلفه تماما عن اي حد تاني. قلت له ونحن خارج الاستوديو انا ممتن كثيرا لكم الحب، ولكن هو بطل. انظر الى الميداليات التي حصل عليها وحصل على الكثير من البطولات، وكل شيء ممكن وهو قادر على فعل ذلك، واستطاع ان يحرز الكثير. وقد تعتقد ان اثنين كافين، ولكن هو يريد ان يقدم المزيد، وهو مثال يحتذى به. طيب هنكمل كلامنا، مهند هيكمل معانا بعد اذنك. مهند هيكمل معانا لغايه اخر الحلقه، لانه نساله برضو عن وانت ممكن بقى تلعب دور المذيع انت كبيرسي تاو. ومهند برضو ممكن يسال برضو عن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع الجوهره السمراء الحقيقه، واحد من اللاعبين المحترفين المحترمين. انا اعتقد بعد حلقه النهارده بيرسي تاو هيكون، هو انتوا بتحبوه انا عارف كاهلاويه بتحبوه جدا، ولكن النهارده الموضوع هيبقى مختلف بعد هذه الحلقه، لانه بالفعل الفيديوهات اللي عملناها له كل الناس لفتت النظر لضحكته الجميله الحقيقه واسلوبه المميز. مهند بقى مش محتاج اتكلم عنه، مهند اهلاوي ابا عن جده ووالده ووالدته ربنا يديهم الصحه موجودين معانا، واخوه الصغير حاجه جميله جدا جدا النهارده، اخين ربنا يخليهم لك يا رب، ربنا يخليهم لك يا رب يا حبيبي. فمهند اهلاوي، واحنا دايما الامثله الاهلاويه الكبيره والجميله دي دايما بتبقى موجوده معانا، وطلبه كان امر الحقيقه النهارده ان هو يكون متواجد مع بيرسي تاو على الهواء، وهيكمل معانا بقيه هذه الحلقه. اطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع النجمين، نجم بيرسي تاو والنجم مهند بعد هذا الفاصل. ورجعنا في البيت الكبير، ومعايا النهارده اثنين من اساطير الكره. معايا الكابتن اسلام الشاطر. اهلا وسهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن مهند. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعايا الكابتن بيرسي تاو. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. حابب اسال حضرتك سؤال يا كابتن بيرسي دلوقتي، ما هي احلامك بالنسبه للنادي الاهلي؟ من الواضح اني اريد ان افوز في كل البطولات، اريد ان اشارك في صنع التاريخ، وايضا ان اشارك بصوره ايجابيه مع النادي ومع زملائي، واعتقد اني في موقع يؤهلني لذلك ويؤهل زملائي لان نفوز. انا واثق طبعا انك تقدر على ده. حابب اسال سؤال للكابتن اسلام. اتفضل. هل حضرتك
شاركت في بطولات كتير قبل كده مع النادي الاهلي اكيد مظبوط. هل كان ليك فرصه انك قابلت كريستيانو رونالدو او ميسي؟ كريستيانو رونالدو او ميسي؟ لا، ماتش في ماتش المقاوية بس انا ما لعبتش، كنت مصاب. النادي الاهلي كان لكن قابلتهم؟ قابلت ميسي. قابلت ميسي تمام. شفته كده من بعيد ما قابلتوش يعني ما رقصنيش. انت بتشجع برشلونه ولا ريال مدريد؟ لا انا يعني مش مهتمه قوي، لكن ساعات كده لما بتفرج بحب ريال اكتر. طيب اشمعنى بقى بيرسي تاو؟ يعني اشمعنى لما عرفت ان بيرسي تاو معانا عايز تيجي وبتحب بيرسي تاو؟ يعني هو ما بقالوش الراجل شهرين ثلاثه في مصر يعني. لا هو بيرسي حد ناجح. بيرسي نموذج للاعب المثالي. انا بحبه جدا وبحب رقصته قوي، نفسي اشوفه والنبي. عايز تشوف ايه؟ عايز اشوف الرقصه. شوف رقصته. ماشي هنحاول هنحاول. طب بص يا بيرسي عايز اشوف الرقصه والنبي. قول له قول له عايزين نستنى الرقصه. قول له نستنى اليوم 22 الطاوله قريبه لا اريد ان اصيب. احنا عايزينه يكسب ان شاء الله يوم 22 ان شاء الله السوبر الافريقي ان شاء الله نكسب والاهلي يرفع راسنا ومعانا بيرستاو فان شاء الله يعني الدنيا تمام. ممكن اقرا بعض التعليقات اللي الناس بعتها عليك يا مهند؟ طبعا بعد اذنك يعني. طبعا. ايه رايك؟ طبعا ممكن تو نقرا بس شويه تعليقات من الجمهور بعتها، لانه الحقيقه جمهور النادي الاهلي. عمرو بيقول انت الان يا بيرسي في افضل نادي في القاره ونادي القرن. كينج حسام بيقول الحمد لله على السلامه، اشكرك جدا وتحياتي لحبيبي مهند. اهلا وسهلا. والنجم الكبير بيرسي تاو، يا ريت في نهايه الحلقه نشوف الرقصه بتاعته. يا رب. برضو الناس كلنا عليها والله، كلنا مصممين عليها. علاء بيقول تحياتي للشاطر اسلام، اشكرك جدا. سلم لي جدا على مهند وقول له ان احنا بنحبه جدا. وقول له والله بحبك جدا والله. وقول للبيرسي تاو هيبقى اسطوره في الاهلي. احمد ابو زيد لكل جماهيرك يا استاذ اسلام. من القلب. حلوه استاذ اسلام دي والله. جميله. انا بقى لا مش اسف ولا حاجه، ده انا بقول لك حلوه. انا بتقدم تالين حمدين بتقول انا بتقدم وبطلب ايد مهند منك يا كابتن اسلام. في حد دلوقتي حتى الراجل ده والله بيقول لك بتقول لك تالين. على فكره ده موجود، مش انا اللي قايل ده، موجود على تالين بتقول لك تتجوزني يا مهند. لا انا لسه صغير. اصبر علي شويه. اصبر علي شويه تالين. اجمع بس نفسي واظبط ذاتي وبعدين اجي لك. اكبر شويه. ايوه. لا اكبر. انت عندك كام سنه يا مهند؟ انا 13. لا 13 لسه صغير. 30. لديك بعض الوقت، ما زال لديك وقت. لسه قدامنا وقت شويه. خلي الراجل يتبسط شويه تالين. ما هو سر الرقصه؟ قال سر الرقصه تاو في الاول. منور الدنيا يا مهند يا اهلاوي يا عسل. بنورك بوب اليكس. عوني بيقول العب براحتك يا بيرسي، انت دخلت قلوب الاهلاويه. ابدع واحنا في ظهرك. عمرو الاهلاوي بيقول بحب تاو ورقصته جدا. احمد بيقول تاو بنحبك جدا، سلم لي على تاو وقول له عاوزين الرقصه ان شاء الله. يا تاو لو سمحت بقى، ده مطلب جماهيري بقى. ده مطلب جماهيري اهي، خلاص ما احنا جايبينها لك اهي. بص مطلب جماهيري بقى، مطلب جماهيري. طاهر بيقول اجمل مفاجاه مع تاو مهند. محمود خليفه بيقول مهند انت زي السكر وزي العسل وممكن تبقى يخليك اعلامي ناجح. ربنا يخليك. بالتوفيق ان شاء الله. احمد ابو زياد بيقول منور يا مهند. يعني بص كلام كتير جدا يا مهند على الـ على الـ يعني جالك عرض جواز اهو كل حاجه. محمد القهاوي بيقول مهند يا عسل وربنا يبارك فيك، الحمد لله على السلامه، اشكرك جدا يا تامر. كابتن اشكرك جدا، بيشكروكوا الحقيقه سواء بيرسي تاو او مهند، بيقول لكم شكرا على الحلقه الجميله بوجودكم. محمد يحيى بيقول الحلقه دي حلوه قوي.
ضحكتك تجنن يا مهند، ده جمعة الأهلاوي شبه ضحكة بيرسي تاو. شوف أنا قلت لك في الأول إن أنت شبه بيرسي تاو، ها؟ صح ولا مش صح؟ دلوقتي ما بقتش لوحدك يا أستاذ إسلام. كابتن إسلام ما بقتش لوحدك. السلام عليكم، ازيك يا مهند؟ والله منور قناه الاهلي، ده ماجد. وبقول بنورك بنورك والله، يعني الاهلي بيتي الكبير. وانا يا كابتن لو سمحت عايز اقول حاجه. اتفضل. ان انا الحمد لله بطل مدرب سباحه. هنقول بقى دلوقتي حالا كل الحاجات دي. وانا شغاله على ارقامي. ونفسي اكون عضو في النادي الاهلي. واكون جزء من العيله الكبيره، وان بطولاتي كلها تكون في النادي الاهلي. وميدالياتي كلها تروح للنادي الاهلي. ده يعني هيبقى شرف عظيم ليا ان شاء الله. نشوف ايه اللي هيحصل في الموضوع ده خلال الفتره اللي جايه. بيقول لي تاو، ايه افضل اكله مصريه عجبتك؟ ولا ما اكلتش حاجه مصري؟ لقد تناولت الكثير من الاطعمه. لست متاكدا. بقلاوه؟ فلافل. فلافل نعم نعم. طعمية أعتقد أن ذلك. وأيضا كشري. كشري كمان. يعني بيحب حاجات غريبة أوي يا مهند. لا 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 أنت تروح معايا بقى. كشري. بقول لك روح معايا. عشي كشري النهارده. عندك كشري في البيت النهارده؟ ماما عاملة كشري. نجيب سهلة. نجيب مخصوص. تمام. الحلقه حلوه، اشكركم جدا. السلام عليكم، ازيك يا مهند؟ والله منور قناه الاهلي. شكرا. وبقول حلقه روعه، الله عليكم بجد، ده اشكرك جدا. ضحكه مهند زي السكر، زي ضحكه ده كذا حد على فكره كاتب الكلام ده. بالاجماع. يا كابتن اسلام، بيرسي مصري. فعلا. لا هو بيرسي جنوب افريقيا. تاو نجم كبير جدا ولاعيب عالي، ده عمرو الاهلي العظيم، منبر لكل النجوم، وتحياتي لتاو ومهند. مهند ده بقى عسل وبطل رائع ودمه خفيف. يا كابتن اسلام، خلي بيرسي تاو يقول القضيه ممكن. تقدر تقول لنا القضيه؟ انت عارف سر القضيه ممكن ولا ما تعرفوش؟ قبل ما اساله، عارف سر القضيه ممكن؟ لا لا. القضيه ممكن افشه 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 لما حطها بوم. الاهلي كان بيلعب الزمالك نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، وكان المعلق عصام الشوالي، كابتن عصام الشوالي، وقال وقفشه بيجيب الجون. كان الزمالك الاهلي والزمالك متعادلين 1-1، وقفشه بيجيب الجون، قال القضيه ممكن. القضيه ممكن اصبحت على فكره مسكت الترند فعلا. ترند، لانه كررها وقبل ما قفشه يجيب الجون، لغايه لما قفشه جاب الجون، وبالتالي كان متوقع الجون يعني. وبالتالي بقى البطوله دي اسمها القفشه. القفشه ممكن، القضيه ممكن. القضيه ممكن. فهي بالنسبه لجمهور الاهلي، لان الـ 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 الهدف ده كان في الدقيقه 85 و45 ثانيه، وبالتالي هو كان قريب جدا، وبتلعب النادي الزمالك المنافس التقليدي، انت فاهم؟ فكانت القضيه ممكن، دي سر القضيه. وتقدر تعرف تقول القضيه ممكن بالعربي؟ القضيه ممكن. القضية ممكن. القضية ممكن. القضية ممكن. ممكن. القضية ممكن. القضية ممكن. قفشة. اوكي. قفشة، تعرف تقول قفشة. اوكي. زميلك. اوكي. ده سر التسعة، وبعد كده ربنا كرمنا بالعشرة وخدنا الحمد لله. من اسماعيل حماد بيقول منورت الدنيا مهند الجميل. انا بس حابب اقول حاجه. اتفضل يا مهند. الف حمد لله على السلامه عليك. الف حمد لله على السلامه يا كابتن. الله يسلمك يا حبيبي. يعني منور البيت الكبير. ربنا يخليك. بيتنا كلنا يعني. ربنا يخليك يا حبيبي. انا مبسوط ان انا معاك النهارده فعلا بجد. ربنا يخليك، شكرا ليك. مهند الجميل وتاوي الحريف والشاطر، اشكرك جدا. شكرا قناه الاهلي على ظهور مهند البطل الجميل. انا اللي بشكركم جدا، ده شرف لينا ان مهند يكون معانا. والحقيقه اللي شجعني اكتر كمان النهارده ان بيرسي تاو لما يعني اتكلمت معاه في الموضوع الصبح كان متحمس جدا الحقيقه، وقال لي لا طالما عايز يجي ويجي يشوفني. اصرينا الحقيقه ان هو يكون معاه قبل الهوا واثناء الهوا، يكون مع حضراتكم عشان تعرفوا ان احنا عندنا عقليات قادره يعني احنا لا ننفصل عن قضايا الوطن اطلاقا، بالعكس احنا فعلا قادرون، احنا متابعين كل حاجه وبنشوف كل حاجه، والاهلي دايما هو البيت الكبير، وبنقابل كل الناس. وده معانا مهند بكره ان شاء الله، ويوم الاحد
هتبقى امور اخرى. فدايما النادي الاهلي متفاعل مع قضايا الوطن وكلنا الحقيقه دايما بنحب هذا البلد ودايما بنبقى سعداء لان بالفعل بالفعل ان تكون قادر وباختلاف ده شيء مش سهل شيء صعب جدا. ولكن مجموعه الشباب اللي حضراتكم شفتوهم ومنهم مهند الاهلاوي الجميل اللي كان معانا النهارده اعتقد ان ده شيء رائع جدا. اتفضل. كنت هنسى حاجه مهمه جدا. لا اتفضل. انا حابب اشكر كل المدربين بتوعي، حابب اشكر على راسهم هو الكابتن مختار، حابب اشكره وشكر زياده شويه. هو فاهم ليه؟ مين؟ كابتن مختار. كابتن محمود مختار انا حابب اشكره شكر كبير قوي. وهو فاهم ليه؟ هو فاهم ليه؟ مش طب ما تقول لنا ليه؟ لا لا مش دي ما ينفعش؟ خلاص طب خلاص اظن انك فهمت يا كابتن اسلام. ماشي. تو لو عايز تسال مهند في اي حاجه، انت دلوقتي المذيع، احنا مهند كان من شويه المذيع، دلوقتي بيرسي تو المذيع، لو عايز تسال مهند في اي حاجه. اوكي. Okay, let me take over. نعم دعوني أتولى الأمر. How many more of the medals كم كم ميداليات تريد أن تحرزها؟ أريد أن أحرز في المستقبل القريب إن شاء الله، يعني مش قادر أحط عدد معين بصراحة، مش قادر أحط يعني عدد معين، لكن إن شاء الله ربنا يوفقني وأحرز يعني إن شاء الله عدد يليق بمصر. اي سؤال تاني؟ هل تحلم بالذهاب الى الاولمبياد؟ اكيد اكيد. يعني انا نفسي اشارك في الدوره البارالمبيه 2024، فده بيخليني احسن ارقامي وشغال عليها فعلا ان شاء الله. اوكي. I also heard you mention سمعت انك شكرت الكثير من المدربين. You should also say thank you to yourself. يجب ان تشكر نفسك ايضا لما حققته واحرزته. يعني انا مش بحب اشكر نفسي، لكن لو هشكر حد تبقى والدتي my mom. خليها لك. And my dad والدي and my brothers اخواتي، لان هم وقفوا كتير قوي جنبي وساعدوني كتير جدا، فانا حابب اشكرهم. احنا اللي بنشكرك يا مهند. شكرا بجد والله. شكرا انا ليك. انت مش متخيل انا مبسوط ازاي ان انت موجود معايا النهارده. شكرا ليك. واعتقد ان تاو مبسوط برضو. نعم يا بيرسي. نعم انا سعيد للغايه. انا عارف ان احنا سهرناك يا بيرسي تاو، احنا كنا متفقين ان انت تخلص 12 بس يعني اعذرنا النهارده في وجود مهند. الحقيقه احلى مفاجاه ليك وانت كنت سعيد بيها، فانا اكثر سعاده ان انت تبقى مبسوط وخارج من قناه النادي الاهلي وعندنا مثل رائع جدا زي مهند. شكرا ليك. شكرا لك يا استاذ. شكرا لك يا كابتن اسلام. شكرا ليك. انا سعيد لهذه المفاجاه وانظر الى ما حققته في هذا السن الصغير، فهو يظهر كم المجهود الذي وضعته، واريد ان اتابع ما الذي ينتظره المستقبل لك وما الذي ستفعله في المستقبل، واتمنى لك كل التوفيق وان تستمر في الفوز. Thank you very much. أشكرك جدا والله، يعني مش قادر أوفيك حقك من الشكر كابتن بيرسي. مش عايز تلعب كورة مع بيرسي؟ ينفع؟ ينفع؟ ينفع ولا صعب؟ As you like. ممكن نجيب كورة نباصي كده؟ أقدر أروح أجيب لكم الكورة حالا يعني بعد إذنكم يا شباب ممكن الكورة؟ ماشي. يلا. تعال عشان نوري الناس كلها ان احنا لعيبه جامده وهنلعب مع بيرسي تاو. ها ايوه بقى خلي بالك. تعالى هنا. خليك هنا بيرسي. يلا استنى. ايوه اوكي. ثانيه بقى شوتش جامد عليه عشان خلي بالك عشان هو ما بيعرفش شوت جامد. ها ايوه هوبا. خش عليا. على مالك. تعالى هنا عشان النور. تعالى هنا عشان النور عشان الناس تشوفك. بص هنا. بص انا ما بعرفش العب خلي بالك اصلا. يلا. ايوه لا 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 تسرح لي. حلو ده. حلو قوي. طيب انا بحب بيرسي اصلا.
انت بتحب بيرسي وتحب النادي الاهلي كله بقى؟ كله طبعا. كله طبعا. بحب الكابتن قفشه، بحب الكابتن مروان. بحبكم كلكم والله. تعالى بقى هنا جنبي، تعالى جنبي هنا، تعالى جنبي حضرتك هنا، هنلعب مع بعض. يعني الحقيقه النهارده زي ما حضراتكم شفتوا، انا بشكر جدا بيرسي تاو النهارده على تحمله للساعتين دول ان هو يبقى موجود معانا وان هو يوافق على كل هذه الامور. انا بشكره جدا، شكرا بيرسي تاو على وجودك معانا النهارده، وارجو ان تكون الحلقه عجبتك والناس كلها مبسوطه. يعني احنا تريندنج رقم واحد في مصر في ظل وجود حاجات كتيره جدا جدا جدا، ماتش برشلونه وانترفيوز اخرى، ولكن في النهايه بيرسي تاو رقم واحد في مصر دلوقتي. اكيد اكيد. فانا بشكرك جدا يا بيرسي تاو على وجودك معانا النهارده، وان شاء الله ان شاء الله نحتفل يوم 22 بالسوبر الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله السوبر. ثانك يو مهند، انا بشكرك جدا يا حبيبي على وجودك معانا النهارده. معلش اخرناك معانا، اخرناك معانا النهارده، ومبسوطين ان انت معانا جدا. ده انا والله اللي مبسوط جدا ان انا كنت بص هنا عشان بيرسي. انا كنت مبسوط جدا ان انا كنت مع كابتن بيرسي وكنت مع حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي. وبحب النادي الاهلي جدا، هو بيتنا الكبير، هو بيتنا الاول والاوحد. يعني شكرا بجد، شكرا. احنا اللي بنشكرك. شكرا. ودايما هتكون معانا على طول الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دي كانت حلقه النهارده، بيرسي تاو الجوهره السمراء موجود معانا النهارده، او كان موجود معانا النهارده بالفعل. الحقيقه اسئله حضراتكم كانت كتيره جدا جدا جدا. هو كمان مهند عايز يغني اغنيه. غني يا مهند اتفضل. الاهلي سريع. راحتك خالص. الأهل القمة، اسم على مسمى، أهلي وفهمي بتشجيع ومبالا. جميلة جدا، جميلة، صوتك جميل. شكرا جزيلا لحضراتكم، انا بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم في البيت الكبير مره اخرى يوم الاحد القادم. بشكركم على وجودكم معنا، اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. شكرا جزيلا. والرجالة مكملة، ده محلي وقري عالمي، وقدرت انا قد بعيدة.